عايزين نعرف من نيافتك قداسة البابا الشنودة كان بيتعامل ازاي مع الاباء المطرنة والاسقفة في اللجان وفي المجمع المقدس. يعني البابا الشنودة كان بيتعامل معاكم ازاي يا سيدنا في بعض القرارات او طرح المواضيع او المناقشة في امر ما يخص الكنيسة؟ طبعا لازم يسجل للتاريخ ان البابا شنودة هو الذي وضع اول لائحة في العصر الحديث للمجمع المقدس اللي ما زلنا ماشيين عليه، وهو اللي نظم ان يكون في لجان للمجمع، لجان متخصصة كانتش موجودة قبل كده. فعندما تعرض قضية على قداسة البابا يحيلوها الى اللجنة، فاللجنة دي تجتمع وتدرس الموضوع بتدقيق، وبعدين بتعمل حاجة اسمها توصية. التوصية دي تتعرض على البابا الأول، أول واحد يعني يشوفها البابا. أنا إحنا سيدنا لما اجتمعنا ودرسنا الموضوع الفلاني شايفين إن الحل كذا أو القرار اللي هناخده كذا. هو ممكن بحكمته العالية يعدل أو يقول لهم لا لا، الموضوع ده هيعمل مشكلة وبلاش منه دلوقتي، أو يقول أنا موافق على اللي أنتوا هتعملوه بس ما ياخدش القرار. فبنيجي في الجلسة الكبيرة للمجمع، كل لجنة بتقوم تقرأ التوصيات بتاعتها. المجمع قدامه إما يوافق على الصيغة اللي هم قالوها ويبقى قرار مجمعي، أو يطلبوا تأجيل لمزيد من الدراسة. يعني في ممكن أباء يقولوا إحنا يا جماعة اتفاجئنا بالحكاية دي، ادولنا فرصة نقرأ ونقول لكم رأينا إيه، أو تعديل. إحنا موافقين على الصيغة اللي أنتوا كاتبينها بس عدلوا قولوا كذا، أو إلغاء. يعني لما حد كتير من المجمع يقول لا 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 احنا مش هندخل في الموضوع ده خلاص. كان البابا بحكمته لما يلاقي موضوع هيعمل نوع من الاختلاف يقول خلاص نأجله مزيد من الدراسة. خلاص مدام قال يأجله بنسكت، وبعد كده اللجان اللي هي حضرت تعيد الدراسة ممكن تقول خلاص مدام الموضوع هيعمل مشكلة بلاش منه. فكان الطريقة الديمقراطية دي بتريح الكل، الكل شغال، كله بيقول رأيه، كله بيعبر عن رأيه. بس في الآخر افرض في قرار معين أنا مش موافق عليه بس المجمع وافق عليه، خلاص نخرج كلنا متفقين إن احنا وافقين، محدش بقى يطلع يقول أنا أصلا ما كنتش موافق. بنبقى خلاص طالما في إجماع يبقى أوكي وأخضع.